بحضور متميز لممثلي منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسهم المدير العام للمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف السيد مايكل مولر وممثلي البعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني، احتفل الوفد الدائم لسلطنة عمان بجنيف بالعيد الوطني 44. هذه المناسبة التي نحتفل بمرور 44 عاما على انطلاق مسيرتها الحديثة التي قاد مسيرتها باقتدار وحكمة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه منذ عام 1970، والتي عاد فيها أمجاد عمان التاريخية والحضارية، وقد كان حديث جلالته الأول ليلقي الضوء لفهم عمان الحديثة اليوم، حينما وعد الشعب العماني بالقول: سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل، وعلى كل واحد منكم المساعدة في هذا الواجب. تتويجا للمسيرة التنموية التي شهدتها سلطنة عمان بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد الذي قاد المسيرة بكل حنكة واقتدار، عبر ممثل البعثات الدبلوماسية عن السياسة العمانية الحكيمة التي تتكئ على رؤية واضحة في علاقاتها المتميزة مع المجتمع الدولي. أسعدني المشاركة في اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة والجارة العزيزة علينا نحن في دولة الإمارات، الشعب العماني بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد ينعم بالخير والرفاه، والله يعطي يعود على سلطنة عمان، وإن شاء الله معافى مشافى بصحة وعافية. منظمات المجتمع المدني التي شكلت حضورا متميزا في الاحتفال بالعيد الوطني أشادت بالخصوصية التي تفردت بها سلطنة عمان قيادة وشعبا وحكومة. C'est que Oman est un exemple de paix, de tolérance, d'un islam de universel, de foi profonde, et qui, dans la communauté internationale, joue un rôle très bénéfique. What I can say is a very peaceful people, very open to the world, and very educated. It's a fantastic type of population that I used to contact. الحضور المتميز لممثلي منظمات الأمم المتحدة وممثلي البعثات الدبلوماسية ما هو إلا انعكاس لمتانة العلاقات التي تتميز بها سلطنة عمان وسط المجتمع الدولي. طه يوسف حسن، تلفزيون سلطنة عمان، جنيف.